ليمون بوت نونس الدوري الفرنسي الدرجة الأولى الجولة 16. شاهدنا مباراة كانت مثيرة، مباراة كانت شيقة، شاهدنا أهداف، شاهدنا خاصة وين نقولوا باللي كليمون بوت اللي لعب نقص العددي، يعني نقص العددي ولم يستطع لونس حتى التسجيل عليهم، وين نقولوا باللي وين عدلوا النتيجة، وين اللاعبين اللي خرجوا بالبطاقة الحمراء، يعني شاهدنا كليمون بوت اللي نقولوا باللي كان منهزم، نقولوا كان منهزم بهدفين، يعني بهدفين، بهدف شأن كيفاش وين يوهان الذي سجل هدف ضد مرماه في الدقيقة 12 لصالح نونس، شأن كيفاش يوهان يعود ويعدل النتيجة لصالح ناديه كليمون فوت في الدقيقة 41، شأن كيفاش وين سياكو فوفانا الذي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 47 لصالح نونس، محمد بايو الذي عدل النتيجة، نقولوا وين عدل النتيجة في الدقيقة 66، رغم أن وين نقولوا باللي وين خروج النقص العددي، يعني وين لعاب خرج بالبطاقة الحمراء زائد المدرب يعني تاع باسكال اللي خرج بالبطاقة الحمراء، شأنه كيفاش دخل بخطة 4-2-3-1، شأنه كيفاش وين فارناك هايس اللي دخل بخطة 3-5-2 لصالح لونس، يعني كانت المباراة متساوية، مباراة كانت يعني متكافئة، يعني وين شأنه كيفاش شأنه داجوكو في الحراسة تاع كليمون فوت، شأنه فوران، شأنه حكيم زدادكا في طال، شأنه جان، شأنه يوهان ساليسا، عبد الصمد، شأنه يوهان جورديال، شنا جيم، يعني وين نقولوا باللي وين نقولوا باللي نيس اللي دخل بالتشكيله تاعو، جان لويس، شنا كيفاش جوردان، شنا ماسيدو، كيفان ساكو، فوفانا المسجل الهدف، شيخ دوكاري، يعني شنا كيفاش يعني وين نقولوا باللي المباراه اللي تلعبت نقولوا باللي تلعبت على جزيئات صغار، يعني وين خاصة وين كليمون فوت اللي عدل المرتين، يعني وين خاصة وين شاهدنا كيفاش وين خروج بالبطاقة الحمراء اللاعب ديبايا اللي خرج بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 85، يعني كانت في نقولوا باللي المباراة كانت في صالح لونس، لكن بدون تسجيل. هذه هي الجولة 16، كليمون فوت لونس الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.